هضرب القوة في زراعها 100 في 10 هتديني 1000، المقاومة في زراعها 50 في 20 هتديني 1000. إذا الرافعة في حالة اتزان، لأن حاصل ضرب القوة في زراعها بيساوي حاصل ضرب المقاومة في زراعها. رافعة من النوع الثالث طول ذراع القوة 5 سم وطول ذراع المقاومة 15 سم، فإذا كانت المقاومة بتساوي 300 احسب القوة. طبعا هتقول له إن القوة بتساوي المقاومة في ذراع المقاومة على ذراع القوة، وسيبك من حتة ذراعها على ذراعها دي، هتقول المقاومة في ذراع المقاومة على ذراع القوة، يبقى 300 في 15 على 5 هيساوي 900 نيوتن. رافعة من النوع الثاني القوة المؤثرة 200 وطول ذراعها 50 تؤثر على مقاومة مقدارها 1000 نيوتن، فاحسب طول ذراع المقاومة. هتقول له ذراع المقاومة بيساوي القوة في ذراع القوة على المقاومة، يبقى 200 في 50 على 1000 هيساوي 10 سم. طبعا يبقى انت في القوة او المقاومة بتقول نيوتن، ذراع القوة او ذراع المقاومة بتقول بالسنت. نيجي لأهم المقارنات، رافعة النوع الأول والتاني والتالت. النوع الأول نقطة الارتكاز في المنتصف، النوع التاني المقاومة هي اللي في المنتصف، النوع التالت القوة هي اللي في المنتصف. النوع الأول زي الأرجوحة والعتلة والمقص والمشبك والمجداف والطلمبة، النوع التاني زي عربة الحديقة، فتحت المياه الغازية، كسرت البندق، النوع التالت زي صنارة السمك، المكنسة اليدوية، ماسك الحلوى وماسك الفحم. توصيل المصابيح على التوالي وعلى التوازي. على التوالي طبعا الرسمة دي مهمة جدا، على التوالي بتلاقي توصيل المصابيح واحدا تلو الآخر، بينما في التوازي بتوصل المصابيح في مسارات متفرعة. في التوالي بيوجد مسار واحد يسير فيه التيار الكهربي، بينما في التوازي يوجد أكثر من مسار. عشان كده عند احتراق مصباح في حالة التوالي بتنطفئ باقي المصابيح، لكن في حالة التوازي عند احتراق أحد المصابيح لا تنطفئ باقي المصابيح لوجود أكثر من مسار بيسير في التيار الكهربي. في التوصيل على التوالي بتلاقي عند زيادة عدد المصابيح بتقل شدة الإضاءة، بينما في التوازي تظل شدة الإضاءة كما هي، لذلك يفضل التوصيل على التوازي عن التوصيل على التوالي. المواد الموصلة للكهرباء هي التي تسمح بسريان الكهرباء من خلالها، بينما المواد العازلة هي التي لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها. الموصلة زي الحديد والنحاس والألمنيوم، لو سألك علل هم ليه مواد موصلة هتقول لأنها بتسمح بسريان الكهرباء، بينما البلاستيك والمطاط والزجاج والخشب دولت من المواد العازلة. لو قال لك ليه البلاستيك او المطاط او الخشب او الزجاج من المواد العازله، هتقول لانها لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها. المواد الموصله عند وجودها بتجعل الدائره مغلقه، يعني بتكمل الدائره، اما العازله لا تغلق الدائره، فلا يسير التيار الكهربي في الدائره الكهربيه. هنيجي بقى للكسوف، وركز بقى لانه كلام مهم. كسوف الكلي بيحدث في منطقه ظل القمر، وهناخدها دلوقتي في الرسومات، اللي قطرها حوالي 250 كيلو، بينما الكسوف الجزئي بيبقى في منطقة شبه الظل. أما الكسوف الحلقي لما بينتهي مخروط الظل بيحدث امتداد لمخروط الظل، وده عندما لا يصل مخروط الظل للأرض لوجود القمر في مدار أعلى بالنسبة للأرض. في حالة الكسوف الكلي لا تستطيع أن تشاهد الشمس كليا، يعني بتظهر الشمس على هيئة قرص مظلم، ده لأن القمر بيحجب قرص الشمس كليا. اما في الجزء بترى جزء من الشمس ولا ترى الجزء الاخر، يبقى القمر بيحجب جزء من قرص الشمس، فبترى الشمس على هيئة قرص ناقص، بتشوف جزء وجزء تاني ما بتشوفوش. اما في الكسوف الحلقي بنشاهد الشمس كحلقة مضيئة، لان القمر بيدور حول الارض في مدار بيضاوي. السبب في كده بتشوف حلقة مضيئة، او ممكن تقول كقرص مظلم محاط بهالة مضيئة، الاتنين واحد، كحلقة مضيئة او كقرص مظلم محاط بهالة مضيئة. نيجي للخسوف الكلي والخسوف الجزئي وخسوف شبه الظل. الخسوف الكلي بيحدث عندما يكون القمر بالكامل في منطقة ظل الأرض، وتكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، ويكون الأرض هو اللي في أو تكون الأرض هي اللي في المنتصف بين الشمس والقمر. فهنا لا نستطيع أن نشاهد القمر كليا، لكن في الخسوف الجزئي يحدث عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الأرض، فهنا نستطيع مشاهدة جزء من القمر والجزء الآخر لا نشاهده. خسوف شبه الظل بقى بيحدث عندما يقع القمر بأكمله في منطقة شبه الظل، ويصبح ضوء القمر باهتا دون أن ينخسف، يعني لا يعتبر ذلك خسوف. طبعا في الخسوف الكلي لون القمر بيميل للحمرة بسبب الأشعة الحمراء التي لا يمكن امتصاصها من أعلى الغلاف الجوي للأرض،
وهنا في شبه الظل بيبدو القمر كقرص لونه أحمر باهت ولا يعتبر ذلك خسوف. نقارن بين كسوف الشمس وكسوف القمر. كسوف الشمس سبب وقوع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة. الخسوف لما بتقع الأرض هي اللي بين القمر والشمس على استقامة واحدة. كسوف الشمس بيبقى نهارا في نهاية الشهر القمري، أما خسوف القمر بيبقى ليلا في منتصف الشهر القمري. الكسوف بيتطلب احتياطات وأجهزة خاصة مثل النظارات الخاصة، بينما الخسوف لا يتطلب احتياطات أو تحذيرات أو أجهزة خاصة لأنه لا يؤثر على العين. كسوف الشمس بمدته حوالي 7 دقايق و40 ثانية، كسوف القمر قد يمتد لساعتين. طبعا أهم حاجة فيهم سببه ومدته. تأثير كسوف الشمس يسبب أضرار بالغة للعين عند النظر مباشرة إلى الشمس، بينما خسوف القمر لا يسبب أي ضرر. كسوف الشمس 3 أنواع: كسوف كلي وكسوف جزئي وكسوف حلقي، بينما خسوف القمر خسوف كلي وخسوف جزئي بس. وإن اعتبرنا إن خسوف شبه الظل نوع ثالث فهنقوله خسوف شبه الظل. وكل منهم ظاهرة فلكية بينتج عنها حجب جزء أو كل من القمر أو الشمس أو كلاهما أو كل منهما عن سكان الأرض لفترة من الزمن. نيجي للكواكب المجموعة الشمسية القريبة وكواكب المجموعة الشمسية البعيدة. هنقوله الكواكب الشمسية القريبة اللي هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، ديت صغيرة الحجم صخرية، بينما الكواكب البعيدة اللي هي مشتري وزحل وأورانوس ونبتون كبيرة الحجم وطبيعتهم طبيعة غازية، والحتة دي مهمة جدا. نيجي لأهم الرسومات، هتلاقي إن ده انتفاخ زجاجي وده غاز خامل وفتيل المصباح اللي هو من التنجستين، والغاز الخامل ده اللي هو الأرجون، وسلك نحاسي وقاعدة المصباح. الرسمة دي مهمة جدا جدا جدا، مهمة جدا. طب دي الدائرة الكهربية، طبعا الرسمة الأولى بتاعت المصباح الكهربي. هنا الدائرة الكهربية هتقول له مصباح وسلك، قطب موجب اللي هو زائد، ده وقطب سالب اللي هو علامة ناقص، ودي بطارية وده مفتاح كهربي. الخسوف والكسوف. الكسوف الرسمة دي برضو غاية في الأهمية. دي الشمس والقمر ودي الأرض، المنطقة دي اسمها الظل، ظل القمر، واللي فوق واللي تحت اسمهم منطقة شبه الظل. طبعا في منطقة شبه الظل بيبقى كسوف جزئي، بينما في منطقة الظل بتبقى كسوف كلي. تعالى للخسوف. الأرض هي اللي في المنتصف وهنا الشمس وده القمر. القمر لو بالكامل في منطقة الظل بيبقى خسوف كلي، لو جزء منه في منطقة الظل وجزء في شبه الظل يبقى خسوف جزئي، أما لو بالكامل في منطقة شبه الظل يبقى خسوف شبه الظل ولا يعتبر ذلك خسوف. الشعيرة الجذرية من الخارج، ثم البشرة، ثم القشرة، ثم الإندوديرمس، ثم الخشب.